بهذا الفيديو حبيت ادلكم على لعبة كتير رائعة موجودة على الاب ستور، لازم تجربها وخاصة اذا انت عندك الايفون اكس. تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم عبد الرحمن. مثل ما قلنا بهالفيديو هدلكم على لعبة موجودة على الاب ستور، موجودة مجانية لحد الان، لهيك سرعوا بتحميلها وخاصة اذا انتوا عندكم الايفون اكس. هنبدأ نورجيكم اياها، اسمها رين برو. نجي بنفتحها، مثل ما شايفين انا مشغلها من قبل. هي على شو بتعتمد؟ تعتمد على تعابير الوجه اللي انت بتعملها، فيعني اذا بترفع حواجبك لفوق بتحرك لفوق، شايفين كيف؟ كل ما عليك ترفع هيك لفوق، خاصة اذا بتعمل هيك بيقوم بينزل لتحت، شايفين كيف؟ بينزل بيطلع وبينزل لتحت، برد بيطلع برد بينزل، وهيك كل ما عليك انك بتجمع سكور فيها وعلى النجوم، يعني كل ما عليك انك تجمع نجوم، وكل ما بتجمع نجوم اكثر كل ما بيرتفع المستوى وكل ما بتزيد الصعوبة. فهي كانت اللعبة، بس في نصيحة مهمة كتير لازم تساويها قبل ما تلعب هاي اللعبة، وهي ان ما تلعبها حواليك اشخاص، لانه اذا حواليك اشخاص هيصير فيك هيك. مرحبا. اهلين، شو قاعد عم تساوي؟ والله عم بلعب، يعني عم بلعب في لعبة كتير جديدة على الايفون اكس، يعني كتير حلوة، فيها كتير شغلات جديدة انه بتشتغل هيك، كل ما عليك انك ترفع حواجبك وتنزلهم بيقوم بيطلع وبينزل. شوف هيك هلا حدا بيقعد بيلعب وبيعمل هيك وبيطالع حواجبه وبينزله. لك روح انت، شو بفهمك؟ هذا الايفون اكس كله ميزات كتير رائعة. لك روح، الله يعينها. لهيك خبرتكم انه لازم ما تلعبوها وحواليكم اشخاص، لازم تلعبها بس لحالك، يعني خاصة اذا انت قاعد بالمواصلات العامة وتلعب مثل هيك لعبة بفكروك مجنون رسمي. فلهيك حط لك الروابط تحت اذا بدك تحملها وتشوفها للعبة. لا تنسى اذا عجبك الفيديو تعمل لايك وتعمل اشتراك للقناة ليوصلك كل شيء جديد عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.